من النجف إلى القدس، معرض النجف الدولي للكتاب يفتح أبوابه بدورته الثالثة باستذكار القضية الفلسطينية، حيث افتتح معرض النجف الدولي للكتاب أبوابه للدورة الثالثة بمشاركة 18 دولة عربية وأجنبية وأكثر من 300 دار نشر عالمي. وتم إطلاق عنوان من النجف إلى القدس تيمناً بالبطولات والتضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني في حربه ضد العدوان الصهيوني. اليوم هذه الاستذكار رسمت لوحة كبيرة من مدينة النجف الأشرف إلى القدس من خلال هذا المعرض، من خلال تسمية القاعات بالقدس وغزة، وأيضا مشاركة الجانب الفلسطيني ودور النشر الفلسطينية في هذا الكرنفال الكبير. دعم لم يكن على مستوى فقط دعم حربي أو دعم ثقافي أو صحفي، بالتأكيد سوف يكون هناك حيز ودعم قوي وكبير جدا من الشارع النجفي للأخوة في فلسطين ولقضيتهم العزيزة التي إن شاء الله سينتصرون بها، بل هم انتصروا بها، وبالتالي هذا يتمثل بتواجدهم الكبير وبإقبال الناس على قراءة الكتب التي يطرحونها للتعرف على ثقافتهم ودعم قضيتهم. مواطنون نجفيون بيّنوا سعادتهم وهم يتجولون بين أروقة المعرض، وأوضحوا بأن المعرض يمثل فرصة كبيرة لمحبي الكتب، وهذه الفعاليات تساهم بزيادة الثقافة والوعي لدى المجتمع. يعني كمواطن نجفي شيء إيجابي أشوف أنه معرض مثل هذا المعرض بهذا الحجم، بهاي الإمكانيات اللي موجودة، عدد يعني دور النشر اللي موجودة، العناوين اللي موجودة، يعني كلش أفرح بوجود هذا المكان، يعني بالنجف، معرض النجف الدولي للكتاب. يعني صراحة نقلة نوعية يعني بتاريخ المعارض اللي صارت بالنجف لحد اليوم. حضور النخب والمثقفين وباقي شرائح المجتمع والعوائل النجفي هذا دليل واضح على دعم مهرجان النجف الدولي. نتمنى من كافة المحافظات دعم مهرجان النجف الدولي، وذلك لقراءة الكتب ومساهمتهم في بناء مجتمع واعي متطور. أكثر من 1,000,000 نسخة ضمها هذا المعرض، نشرت من خلاله كتب تعرض لأول مرة بسبب منعها لأسباب سياسية وعرقية، مما شجع الكثير من الشباب لزيارته والاطلاع على محتوياته. من النجف، طاهر العساف، قناة الفلوجة.